مباراة ما غتكونش سهلة بالنسبة للطرفين. المباراة الكأس غيترفع في اسكندرية، إذا فالشوط الأول غيكون هنا في مدينة بركان، الشوط الثاني غيكون في مصر. الفريق اللي غيكون ذهني مستعد أكثر هو اللي غيكون أحسن في المباراتين. الحمد لله تقريبا حنا أوني 80% من الإفكتيف ديالنا، اللاعبين حاسين بالمسؤوليه عليهم، الكل حاس بهذا الفينال. هذه الضغط تكون اكثر على فريق نادي الزمالك، لان كيبقى نادي الزمالك خصنا نعرفوا بان نادي الزمالك المكانه الحقيقيه ديالو وهي عصبه الابطال. اذا الا كان اليوم في الكونفدراليه الافريقيه، يعني نادي الزمالك سي با لو زمالك دافون. اذا فحنا هادشي ما تيشغلناش، حنا غنحترموا الخصم. دائما النهائي كيكون عنده طقوس، كتكون عنده طقوس خاصه به. دونك حنا المجهودات ان شاء الله اللي دارت والعمل اللي مازال كينتظرنا، لازم اننا نتوجوا بهذا اللقب هذا ونهديوه للساكنه مدينه بركان والمغرب بصفه عامه، لان العمل اللي دار منذ الاقصاء ديالنا في السنه الماضيه كان علينا باش اننا نرجعوا لهذا المسار هذا، نتوجوا بكاس العرش ونعاودوا نفتحوا باب جديد في الافريق. وكما لاحظتوا عمل كبير كيقوموا به جميع المسؤولين وجميع كذلك الناس اللي كتسهر على هذا الفريق هذا باش وصلنا لهذه المرحله. هذه ما يمكنناش ننزلوا يدينا، دونك كنتمنى اننا نتوجوا بهذا اللقب هذا ان شاء الله، ونهديوا الفرحه لمدينه بركان ان شاء الله.